السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من تواصل.com. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي. نبدأ من المقاطع المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. دعونا نتابع من أمام محكمة كربلاء والدة الشهيد إيهاب الوزني وهي تفضح الجهات المتورطة في قتل ولدها وتحث العراقيين على الثورة والتخلص من ذيول إيران في العراق. لنستمع. شبيكم جماعة انتوا العراقيين؟ شبيكم؟ شبيكم؟ بلكم انتوا لو طلعون ثورة ثورة كان ما يظلوا الإيرانيين بالعراق، كان ما يسوون فينا هالشيء. طببوا الكاتب من رئيس السيطرة. شو عم طبوا الكاتب؟ هسه أنا خلا طبوا الكاتب ما طبونا، قدروا يطببوني خلوني يقمشوني ويجيبون المسؤول وتعالوا وإعدام عليها وكلبشوها. زين انتوا شلون طب هذا بالكاتب؟ شلون؟ شلون انا ما متواطئين انتوا وياه؟ شلون طب وسيارة المظللة بها الشايب مكتوب الشايب نعل على ابو الشايب؟ مكتوب الشايب على السيارة المظللة والماطورات اثنين على واحد، شنو عصفور هو نورس ولكم؟ ولكم طير النوارس ولكم ابني، طير نورس على مود الايرانيين كف عليكم وعلى شكلكم الجاي. يا حقراء يا حقراء اللي تتفقون على العراقي ويا الايراني. في هذا الموضوع مشاهدينا الكرام ومع السيدة والدة إيهاب الوزني في مقطع آخر وهي تقول: أنا عراقية مو جبانة وأريد دم ابني. هذا كان حديثها مع إحدى الجهات الحكومية عبر الهاتف. لنستمع. أنا عراقية ونعم العراقيات، أنا في هبيت، أنا مو جبانة ولا إيرانية ولا أجنبية، أنا عراقية واريد حق من جوا القاع، اريد حق وحق ابني، اريد دم ابني، دم صب الخيمه على دم ابني، طلعون دم ابني خير احسن لكم، ما يطلع دم ابني يصير بحث اخر. تفاعل المغردون مشاهدينا الكرام، المغردون العراقيون مع والدة الناشط إيهاب الوزني على وسم كلنا أم إيهاب بعدما منعتها القوات الحكومية من الاعتصام أمام محكمة كربلاء وذلك للمطالبة بدم ولدها ومحاسبة القتلة. دعونا نتابع بعضا من التغريدات التي وردت بهذا الخصوص. آية تقول: أماه من قاتل ابنك الشهيد محمي من نفس القضاء والحكومة التي تطالبينهم بدمه أو من قتل ابنك الشهيد. في تغريدة أخرى من سجاد يقول: الكاتم، الاغتيالات، الصك، الخطف، التغييب، السرقة، الاختلاس، النهب، السلب والمخدرات والطائفية، هذه إنجازات الحكم من 2003 إلى اليوم بمباركة أمريكا وإيران. تغريدة من الشاعر طه الحسيني يقول: لا أعلم هل القضاء ضدنا أم معنا، القتلة يتجولون بيننا ولا أحد قادر على أن يقول شيئا. وفي آخر تغريدة لدينا من هاشم يقول: لن تستحي هذه السلطة من شيبة أم مفجوعة على ولدها وتطالب بمحاسبة قاتله، لأن الدولة مختطفة منذ سنين وعاجزة عن استرجاع نفسها، فكيف تحاسب القتلة؟ ولا يسعنا إلا أن نقول كلنا أم إيهاب، رغم أنني مقتنع أنه لا جدوى من مناشدة العاجزين عن اتخاذ القرار. مشاهدينا الكرام، ننتقل إلى موضوع آخر. في هذا المقطع الذي تشاهدوه، كنا قد عرضنا يوم الثلاثاء الماضي الموافق 15 من شهر السادس 2021 مقطعا مصورا لمواطن عراقي وهو ينتقد بلدية البصرة بسبب الإهمال وانتشار النفايات في علوى نموذجية مخصصة لبيع الخضار. دعونا نستذكر هذا المقطع سوية. دور البلدية وين ابو سجاد؟ دور البلدية وين؟ هاي انا وين باسترانيا مطلة المقدسات كلها مطلة. البلدية وين؟ وين البلدية؟ تعال شوفك باقي بلدية هنا. صفة صفة الخاطر الله صفة عندي بالهندوس. وين البلدية؟ نحن ونحن الواد وصلت للقمر وانا زبالة بعد ما قاض عليه. هاي شرارة وحدة تحرق العلوة. يعني بلدية ما جاي توصل هنا؟ وين توصل بسجاد؟ البلدية عليها بس جبايات مقدسات، أنواع المقدسات عندي لك. تفضل.
كما قلنا مشاهدينا الكرام، هذا المقطع كنا قد عرضناه يوم الثلاثاء الماضي. بعد أن تم عرض هذا المقطع وانتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، رفعت البلدية دعوى قضائية ضد المواطن حسين الشحماني بسبب انتقاده للواقع الخدمي. دعونا نستمع إلى ما قاله حسين. مدير البلدية البصرة واحد المتنفذين قايمين دعوة علي، وأنا مشيت متوقعكم، ومثل ما تدون ما دام القضاء فيصل هذا الشيء جميل نمثل أمام القضاء. إذا كانت البصرة مثل دبي لك الحق تحكي، وإذا كانت الحلوة ما بيها وش مقدسة هم لك الحق تحكي، وإذا ما كانت الزبالة اللي هنا واصفة فوق من الهامة هم هم أنا حاضر فستك مربع، بس حملك كافة المسؤولية. جاي تجيني تهديدات، جاي تجيني تهديدات من الشركات اللي أنت متعاقد وياها وغيرها وغيرها، يهددوني بالتصفية وبالقتل، ومن أمس اليوم التليفونات تدق علي. أحمل مدير البلدية كافة المسؤولية إذا صار علي أو على عائلتي أي خطر، وادعو الجماهير إلى وقفة جادة والمساندة. إخواني الأعزاء الشباب خصوصا والإعلاميين وأصحاب المواقف الشريفة، وقفتكم أريدها وياي، وقفتكم بعد. دعونا نتابع مشاهدينا الكرام التعليقات التي جاءت بشأن هذا المقطع. ياسر البصراوي يقول: الله يحفظك، والله أطلع أساندك، لابد أن نقف في وجه الباطل والفاسدين. لدينا تعليق من إبراهيم يقول: الحرية بالعراق أكبر أكذوبة، وما تقدر تنتقد فراش بدائرة من دوائر الدولة. تعليق من محمد عبد السجاد يقول: أنت مواطن شريف وكلمة حق أمام سلطان جائر أعظم جهاد، لازم كل أهل البصرة يوقفون وياك وقفة رجل واحد، أنت تستاهل. في آخر التعليقات لدينا من حسان يقول: والله كفو فعلا رجل، وتستاهل تفزع لك كافة البصرة، هذا شغل الذيول والعملاء يصفون الشريف والعند غيرة. ننتقل مشاهدينا الكرام إلى مقطع وموضوع آخر. هذا المقطع هو اعتداء من جهة مسلحة تابعة لرئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي على صاحب مطعم في بغداد بحسب رواية صاحب المطعم، وقامت هذه العناصر بتحطيم المطعم بالكامل والاعتداء على العمال. دعونا نشاهد ونتعرف على الأسباب. البارحة جايين عندي فاتحة، والبارحة جايين كاسلين المحل زين، وماخذين الغراض ونطلعيها بأمر قضائي، بأمر قضائي. ثلاثة بالحجر، ثلاثة بالحجر، وسيد جد رسول الله، جد رسول الله يجي يفلش محلي حلالي رزقي، وهجج العمال. هذا الأكل على الطباخات، الأكل على الطباخات زين، ماكو أبو التنفيذ ما عنده رحمة، أبو التنفيذ الدافع له فلوس يقول له رشدة من عندك، يلا تفاوض وياك أبو التنفيذ زين. أستاذ عمار وأستاذ محمد أبو الإدارية زين، أنا أعرفهم، أعرفهم دولي. أنا أناشد مصطفى الكاظمي يسوي لي حل هذا الموضوع، وأناشد أبو النزاهة زين، أبو النزاهة السيد أحمد أبو رغيف يرتب لي هذا الحكي، هو يتدخل بهذا الموضوع، يتدخل بهذا الموضوع. ما تتو دولة لو عصابات، من الله لا يوفقكم، الله لا يوفقكم، الله ينتقم من هالدولة هاي زين. انت حيدر العبادي هاي البناية مالتك وغيرها، انت بشهرين تشتري بينايتين، بشهرين من الله لا يوفقك، انت انت وسيد الصادق، الله ينتقم منك انت وسيد الصادق. ناس نشالة، ناس حرامية، ناس عصابات زين، الله لا يوفقكم. هاي الشركة فوقاية، الشركة مال اللبنانية اللي تاخذ فلوس اللي تحلب من الرواتب مال مال المتقاعدين، هاي فوقاية. اما راجع المن حيدر العبادي، راجع حيدر العبادي، السيد الصادق، السيد الصادق الياسري مدير مكتب العبادي زين. واهل الملوك يقول اهل الملوك الملاكة، من هم الملاكة؟ ناس رعيان، رعيان خاليهم بالواجهة تعاين عليه كل ملابسه ب 5000 دينار. من اين لك هذا؟ من اين لك هذا؟ فهمني، ارد اعرف. هذا الراعي عنده 7 ملايين دولار، وهناك بيشتري ب 7 ملايين دولار زين، ما حد يقول له من اين لك. دعونا مشاهدينا الكرام نتابع التعليقات التي جاءت بشأن هذا المقطع في موقع فيسبوك. عمر يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل، بيت الحسناوي، عالم محترمين، الله يصبركم على مصابكم.
تعليق من ميلاد تقول أو يقول: ماكو شيء اسمه عراق، كل شيء انتهى بالبلد، القيم، الدين، الأخلاق والإنسانية، لازم يحترق العراق حتى الكل يرتاح، ما شبعتوا أرصدة وبيوت وعمارات ومولات ومشاريع وبعدين وين تريدون توصلون بعد كافي. تعليق من فادية تقول: وين الدولة؟ يلا القانون يطبق بس على الفقير والحيتان ما تتحاسب. وفي آخر تعليق لدينا من أبو ميثم يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل، أخويا دولة طائفية وأحزاب وميليشيات مجرمة، تدمير العراق، والشريف لازم يهج خارج العراق، افهموها صح يا عراقيين، كلها باصمة على تدمير العراق. دعونا مشاهدينا الكرام نتابع آخر مقطع لدينا اليوم في حلقتنا في هذه الفقرة. رفض أهالي المناطق الزراعية المحيطة بمطار بغداد قرار منح أراضيهم الزراعية للاستثمار السكني، وقد ذكرت اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي أن هناك محاولة من جهاز مكافحة الإرهاب لتهجير سكان حي البكرية في بغداد بعد أن خصصت حكومة الكاظمي تلك المنازل والأراضي لضباط مكافحة الإرهاب بالرغم من امتلاك الأهالي أوراقا تثبت ملكيتهم لهذه الأراضي. دعونا نشاهد. هذا المطار لما تأسس احنا موجودين هنا، هذا المطار تأسس من 58 واليوم البارحة تأسس من 58 وبعدين اللي جاء بعده وزعها الحكومة اللي جت هسه توسع هذا المطار واحنا من 58 كانت أولوياتها للقطاعي توزعت الدولة قبل احنا قالت هم اللي ساكنين هسه يريدون يطلعوكم من عدا ويحولوها للاستثمار شو تقولون؟ احنا ما خلينا نقول من عندنا يصير شلون حرب البسوس مثل حرب البسوس احنا والدوله اي والله اي يعني صارت لنتابع تعليقات مشاهدينا الكرام التي وردت بشأن هذا الفيديو في موقع فيسبوك. حسن هادي يقول: الهدف هو تغيير ديموغرافي من أجل الاستحواذ على الأراضي الزراعية. تعليق لدينا من جليل يقول: هاي أرضنا وما ننطيها لو نموت. لدينا أيضا نادية تقول: حتى بعد ماكو أراضي زراعية تزود بغداد بالمحاصيل الزراعية ويعتمدون على الاستيراد. ولدينا آخر تعليق من هولندا يقول أو تقول: عصابات تحت عنوان الحكومة تطارد الشعب في كل مكان. مشاهدينا كان هذا ما لدينا بفقرة المقاطع المتداولة، نراكم بعد قليل مع فقرة أنت ترى. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مع فقرة أنت ترى. اعتصم أهالي ناحية سدة الهندية شمالية محافظة بابل أمام مركز الرعاية الصحية في الناحية منذ 3 أيام ولغاية الآن، وهم يحتجون على عدم وجود مستشفى، وذلك بعد ازدياد حالات الوفيات بين الأهالي بسبب بعد المدينة عن مركز المدينة مركز الحلة أكثر من 25 كيلومترا. دعونا نستمع إلى مناشداتهم في المقطع التالي الذي وردنا عبر خدمة أنت ترى. مظاهرتنا على مود هاي مال السد المستشفى، يعني لعبت نفسنا، صارنا 16 سنه يومي كل اسبوع نطلع عليها وملت يعني رواحتنا من ورا المستشفى، ويعني اكثر الموتى قاعد تموت يعني من ورا مستشفى السده، واني رواحتي وليدي عمره 8 اشهر مرتي من ورا المستشفى، يعني تعبت نفسيتنا، يعني ناشدنا اكثر من 20 مره وما حد استجاب لنا، يعني بزعنا من هاي الامور بزعنا والله. وأنا لحاجيك أول المتضررين، والدي توفى قريب معمل السمت بالطريق، نقص جهاز نت الكهرباء، قالوا لو عندنا جهاز نت الكهرباء كان والدك ما مات، زين بالطريق توفى، طلعناه من مستشفى السدة للمسير، هاي وحدة. ثانيا أكسجين ما عندهم،
ثالثا سيارة الأسعاف، احنا صاعدين من ودينا والدي، السيارة مفلشة ما تمشي زين، إلا أن وصلنا معمل السمنت والدي توفى زين، علاج ماكو، خافر ليلي ماكو، كادر طبي ماكو. أنا هسه هذا عندي من قالتي أول بارحة جبناه تخربط هنا، هسه نقلوه المستشفى مرجان على مود أكسجين، وهسه ذاك يقول له بكورونا، الله شاهد ميت منتي جسديا ميت بس قلبه يشتغل زين. احنا ليش هيك يعني؟ هسه هو الجهاز بيش؟ هاي أجهزة بيها أستاذ علي، أجهزة موجودة، كل شيء موجود، حتى صالة، حتى أشعة صالة ولادة موجودة، والكادر كله من السدة ترى اللي يداوم بالمسيد، يعني عندنا كادر احنا وايد. المن جات تطول رواتب؟ هاي الرواتب بلاش انت جات تطوها، يعني ليش ما يداومون؟ هاي مستشفى بصفنا يداومون بيها. الآن مشاهدينا الكرام مع فقرة صندوق الورد، لدينا رسالة وردتنا عبر منصاتنا الإلكترونية، دعونا نقرأها مع حضراتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخي معتقل في سجن الجفل بمدينة الحلة، وفي كل زيارة يحدثنا عن الوضع المزري داخل السجن وحرمانهم من الطعام والماء، حيث يستلم كل سجين وجبة طعام واحدة باليوم فقط، ويتم بيع قنينة الماء للسجين بسعر 3000 دينار عراقي، بالإضافة إلى احتجازهم بغرف مظلمة وصغيرة تنعدم فيها الكهرباء وفتحات التهوية، فضلا عن حرمانهم من العلاج وتعرضهم لأشد أنواع التعذيب الجسدي والنفسي. مشاهدينا الكرام، بإمكان حضراتكم أيضا أن ترسلوا لنا ما ترغبون بعرضه عبر شاشتنا من خلال منصاتنا الإلكترونية المعتمدة في مواقع التواصل الاجتماعي. نراكم بعد قليل. الآن مع فقرة الهاشتاج. أطلق ناشطون ومغردون عراقيون على موقع تويتر وسم المغيبين وين، للمطالبة بالكشف عن مصير المغيبين في العراق الذين غيبوا على يد القوات الحكومية والميليشيات وأمام أنظار الدولة دون أي رادع حكومي يذكر. دعونا نتابع بعضا من التغريدات. غفران تقول: لا اختلاف بين معاناة الجنوبي والغربي، فالاثنين مغيبين أو الاثنان مغيبان تحت عناوين كاذبة، الغربي يتهم بالداعشي والجنوبي يتهم بالجوكري، والاثنان غيبهم نفس الشخص وولائه الإيراني. لدينا تغريدة من حسين يقول: عدم الكشف عن مصير المغيبين جريمة مزدوجة بحق المغيب وذويه، متى تنتهي رحلة العذاب؟ تغريدة أخرى من محمد العراقي يقول: من المؤلم أن نتعرض للسرقة والتحايل والسلب واغتصاب واغتصاب الحق، لكن الأكثر إيلاما هو أن نرى الفاعل والشريك والمحرض في نشرة الأخبار يوميا وهم يتحدثون عن الوطنية والمصلحة العامة والقيم النبيلة، حقا إنهم يقتلوننا كل يوم مرتين. وآخر تغريدة من نيزك تقول: الإخفاء القسري الملف الأكثر رعبا وتعقيدا، الأمر الذي يجعله كذلك هو الإهمال واللامبالاة من قبل الجهات المعنية، وبالتالي سيتمادى المجرمون أكثر فأكثر. مشاهدينا الكرام، كان هذا ما لدينا بفقرة الهاشتاج. هذا جزء بسيط طبعا من التعليقات التي وردت بشأن هذا الوسم في تويتر، هناك الكثير من التعليقات لكن بضيق الوقت اختصرناها ببضع من هذه التعليقات، نراكم بعد قليل. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مع القصص المنوعة. نبدأ في أول قصة لدينا وأول مقطع، جيم الخليلي وهو أستاذ فيزياء عراقي تقلد أرفع وسام بريطاني، دعونا نشاهد. Hello, I'm Jim al-Khalili and I'm based in the physics department at the University of Surrey. In fact, he was both a physicist and an ordained priest. Thank you.
I think to remain curious, there's so much out there now. If you want to know about any aspect of science or the history of ideas, there's so much out there. I don't recommend books to people or TV documentaries or websites because there's so much to choose from. But I think stay curious, always ask questions, and never feel intimidated that you couldn't possibly understand something. Scientists aren't cleverer than other people. They've just spent more time thinking about this stuff, so anyone can do it. ننتقل مشاهدينا الكرام إلى مقطع أو قصة أخرى طبعا في إيطاليا. حادث دهس عنصري آخر يهز الجالية المغربية بالخارج وجميع العرب والمسلمين. دعونا نشاهد. ننتقل مشاهدينا الكرام إلى قصة أخرى. لقد جمع الصحابي الجليل والقائد العسكري خالد بن الوليد بين خفة الحركة والسرعة والقوة والمهارة، فلقد كان سيد حروب الصحراء بلا منازع. كيف رأى المؤرخون العسكريون خالد بن الوليد؟ دعونا نشاهد. كثيرا ما كانت الفتوحات الإسلامية محط أنظار الباحثين، فأرخوا لغزواتها ووقائعها ووثقوا عدتها وعتادها ودرسوا خططها وتكتيكاتها، كما وقفوا طويلا عند قوادها ورؤسائها. وكان خالد بن الوليد الأكثر استفزازا للباحثين. ففي ورقة بحثية لكريستيان كيلر بعنوان الجهل المتعمد، نظرية الشرق الأوسط والتاريخ، قدمت لقسم البحوث الاستراتيجية في الكلية الحربية للجيش الأمريكي، تحدث كيلر عن خالد بن الوليد باعتباره المسؤول عن توسيع رقعة الإسلام في عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخليفتين من بعده. تحدث المستشرق البريطاني هيو كينيدي في كتابه الفتوح العربية الكبرى عن دور خالد بن الوليد في فتح العراق، حيث تمكن بجيش متواضع في عدده من دك الحاميات الفارسية المتحصنة على الحدود، ودخل الحيرة القديمة وقد أثبت نصره على قوات الحدود الفارسية وإجبارهم على دفع الجزية جدارته كقائد عسكري. فحسب كينيدي كان ابن الوليد قائدا عسكريا لا يبارى. ووصف الكاتب الأمريكي روبن دواك في كتابه إمبراطورية العالم الإسلامي خالد بن الوليد بأنه سيد حروب الصحراء بلا منازع. وكانت الشام من أعظم فتوحاته، فقد عبر الصحراء نحو دمشق معقل الإمبراطورية البيزنطية آنذاك، دخلها والسيوف في أغمادها، فعاهدهم على الأمان وعلى ألا تدمر مدينتهم وألا يدخل جنود المسلمين منازلهم، فهو لم يكن قاسيا أو وحشيا كما يقول روبن. هكذا هو خالد بن الوليد في عيون المحللين العسكريين المعاصرين. بهذا مشاهدينا الكرام نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.